مصطلح جديد وهو المينتنس، يعني الصيانة. الفعل الأساسي للكلمة هو مينتين، الفكر بتاعه بيكون في إنك تحافظ على الشيء أو الآلة اللي بتستخدمها على المدى البعيد لأطول فترة ممكنة بنفس كفاءتها. أما بالنسبة للمواقع التراثية والمباني فبيكون نفس طريقة التفكير، ولكن طريقة التطبيق بتكون مختلفة شوية. فبنلاقي إن مرحلة الصيانة بتستمر معانا على مدى مراحل الحفاظ الثلاثة اللي قلنا عليهم في الفيديوهات اللي فاتت. فبتلاقي مثلا على سبيل المثال انك بتعمل مية صيانة بتصين او بتصلح حاجات سريعة على المدى القصير، او انك بتعمل على صيانة على المدى البعيد، وده لان حسب التمويل ممكن مرحلة الترميم تطول. فبكده بيكون اللي انت لازم تصين الشغل اللي انت عملته في مرحلة الترميم اول باول، لان لو سبت المبنى او الموقع من غير صيانة هيضيع منك شغل الترميم اللي انت عملته، او زي ما بنقول بالبلدي كده انت بتعمل عملية تلقيط العيوب اول باول. وبرضه فكرة الصيانة بيكون في انك بتراعي طريقة الاستعمال على مدى المشروع بتاعك كله، وبكده بتحافظ على المبنى او الموقع ماديا لاطول فترة ممكنة على المدى البعيد. لو عجبك الفيديو دوس على اللايك والشير، ونتقابل مع مصطلح جديد في التراث في دقيقة.